انسانيا بقى من اول ما بتصحى من النوم، مبدئيا بتصحى امتى؟ بيكون شكلك عامل ازاي؟ واول حاجه بتعملها ايه؟ الباكج دي كده على بعض. ما بنامش عشان اصحى. انا عارف انت فعلا مواعيد نومك يعني انا بقى لي فتره كده ما بنامش لانه نومي قليل. من بعد او من فتره ما قرب الفيلم بتاعنا ينزل مع الاستاذ عادل امام فكان عندي شويه قلق. اكيد قلق طبيعي، مش قلق ان انا خايف ان الشغل وحش او حاجه، انما قلق الفنان الطبيعي اللي هو زي ما انت بالظبط بقى البرنامج بتاعك ده اول يوم تصوير هتبتدي فيه، فتبقى متوتر ويا ترى هيحصل ايه والايقاع والحكايه وبتاع، فكان في عندي شويه توتر كده لسه لغايه دلوقتي بقى يعني مهدي شويه برغم ان يعني اقبال الناس على الفيلم وكل هدي. الناس اتكلمت عن هدي لما نزل الفيلم وبعدين رجع تاني بسبب بقى ايه الفرحه، لان انا سعيد جدا الحمد لله انه الحمد لله الفيلم عامل حاجات كويسه وانا مش جاب ايرادات، انا ليا دعوه برد فعل على الناس ورياكشن الناس على الفيلم والجمهور، الحقيقه يعني فضل من ربنا. وحاجه كمان جميله جدا ان اقف قدام نجم كبير تربى على عرش كوميديا 30 سنه تقريبا استاذ عادل امام ومساحه جميله ليا الحمد لله يعني، فده التوتر. انما عشان نخش في موضوع اليوم، انا ماليش مواعيد عموما في اليوم كله، يعني انا ممكن تلاقيني بصحى مثلا الساعه 10 الصبح، بصحى 4 بعد الظهر، على حسب اليوم اللي قبله او على حسب الشغل اللي جاي. لو انا عندي شغل وعندي تصوير الصبح بدري ببقى عامل حسابي ان انا انام بدري اكيد، فبنامش طبعا. كنت لسه هقول لك السرير كده بس بتنام ازاي؟ انا عارف انك سهير يعني. لا وما بعرفش انام، مش عارف انام، بيكون عندي شغل ما بعرفش انام، بس باجي في الاخر بقى بنام شويه وبعدين بصحى. مش منتظم في اكلي، مالكش بقى يعني مش يعني الناس هيفطر على طول مش يعني الناس هتحس ان انا بايظ يعني فاهم يعني ماليش ميعاد فطار، ساعات افطر وساعات ما افطرش. مين اكتر ناس بتحب تسمع شرايطهم او اغانيهم وتقعد تدندنها كده في البيت؟ طبعا من دلوقتي مفيش حد خالص بيعجبني خالص، كل الكليبس اللي بتتعمل دلوقتي دي محدش هيفتكرها، ده محدش بيفتكرها وقت ما بتخلص يعني وتتفرج عليها كده خلصت ولا هتفتكر حاجه منها، لانه في تجاوز بقى، في تجاوز في الصوره وفي اللبس وفي الكلام. يعني انا بشوف كلام تافه جدا، بشوف ناس مش مفروض تغني ابدا وبتغني، بزعل من ناس بتلحن للناس دول، ما يصحش ما يصحش ابقى مشهور فابقى عريانه. ده فين اغرب من كده؟ ده الناس دول كمان ليهم جمهور وجمهور ساعات في بعض الامثله. لا لا ازاي؟ لا لا حتى لو كان جمهور مؤقت ليهم ناس بتهلل للي بيحصل، ان انا بفتكرهمش بعد ما بيمشوا. صدقني والله انا عايز اقول لك حاجه، انا ككريم هقول لك لا طبعا. انت عملت كده؟ لا مش كده، عملت كده بيس بالظبط. لا 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 كريم لازم يغني برضه، هو ممكن يغني مش ممكن، ما تعرفيش ممكن لازم يغني. حاضر عايز اغني. فهمنا يا جماعه، يا جماعه الى جانب التمثيل والكلام، الراجل ده مذيع يعني فاهم الليله. وعلى فكره حابين نتكلم شويه عن حته المذيع والبرنامج، ما شاء الله انت عامل برنامج حلو جدا ونسبه مشاهدته عاليه، هنتكلم عنه بعد الاغنيه اللي انت هتختار. طيب طيب حتى عشان نضمن ان الناس تصحصح معانا. الو اهو صحصحوا كده كده كله صحصح. الو طيب بس نفسي قصير علشان انا التدخين، ما بحبش التدخين خالص، فنفسي قصير لاني بشرب دخان كتير. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي وانا بشكي لك منك، تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي وانا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. برضه طرب وبرضه جو بتاع زمان والله حلو زي الفل. انا هقول لك على حاجه، انا اتربيت فنيا في بيت اقوى راجل في مصر، صلاح جاهين. ده ليه بلوك لوحده على فكره، يعني فنيا بقى وانسانيا بقى، وشفت اقوى ناس في بيته.
وبعدين طلعت من عنده مع عمار الشريعي فتره طويله اشتغلت معاه، مع علي الحجار اشتغلت معاه، مدحت صالح، محمد ثروت، اشتغلت مع المرحوم محرم فؤاد في وقت من الاوقات، وحسن ابو السعود كان هو عامل الفرقه. فعشان كده بقول لك انا صغير جدا. بس بالله ما شاء الله، يعني فعلا سرعه الانجاز عندك عالية.